بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس بالمدرسة الفلسطينية، إن شاء الله نلتقي اليوم في درس بعنوان قسمة عدد كسري على كسر عالي. في البداية أحب أنوه أن هذا الدرس قد تم تدريسه لطلاب البنين، وإن شاء الله يتابعوا معنا أيضا كمراجعة للدرس، وهذا درس جديد بالنسبة لطالبات مدرسة البنات. نبدأ مع بعض. عنوان الدرس قسمة عدد كسري على كسر عالي، صفحة 20 الدرس. تابعوا معنا. نشاط 2، 5 صحيح وثلث، 5 صحيح وثلث، تقسيم 2 على 4 أو تقسيم ربعين. كيف يتم إجراء عملية القسمة؟ بس تعالوا في البداية الأول نتعرف على عنوان الدرس قسمة عدد كسري. أين العدد الكسري في هذا السؤال؟ العدد الكسري هو 5 صحيح وثلث، 5 صحيح وثلث. أين العدد وأين الكسر؟ هذا هو العدد 5 والكسر ثلث، فعشان كده سميناه عدد كسري. 5 صحيح وثلث، عدد صحيح كامل وثلث. عدد كسري تقسيم كسر عالي، 2 على 4 كسر عالي. يتكون الكسر العادي زي ما انتم عارفين من بسط ومقام بينهم خط الكسر. طيب تعالوا نشوف كيفية إجراء عملية القسمة. أولاً 5 صحيح وثلث هذا عدد كسري لابد من تحويله إلى كسر غير حقيقي. يعني ايه كسر غير حقيقي؟ يعني بنحول الصوره بسط ومقام فقط. تعالوا نشوف كيفيه تحويل هذا العدد الكسري الى صوره كسر غير حقيقي، يعني يتكون من بسط ومقام فقط. معناه ان انا عايز اتخلص من العدد اللي في الجنب هنا، العدد الصحيح هنا 5، فبننزل ضرب وبنطلع كده جمع. تذكر هذه الحركه جيدا، انزل ضرب واطلع جمع. يعني بنكتب المسألة من جديد، المقام 3 ثابت، 3 انزل ضرب 3 ضرب 5 15 زائد 1 16. كده حولنا العدد الكسري إلى صورة كسر في صورة كسر غير حقيقي، يعني في صورة بسط ومقام. أيهما أكبر، 5 وثلث أم 16 على 3؟ نفس الشيء، نفس القيمة، بس احنا غيرنا صورة العدد الكسري علشان يسهل عملية إجراء القسمة. يبقى الخطوة الأولى نحول العدد الكسري إلى كسر في صورة كسر غير حقيقي في صورة بسط ومقام. 16 تقسيم 3 تقسيم 2 على 4 بتنزل مثل ما هي 2 على 4. تعالوا نشوف خطوات إجراء عملية قسمة الكسور العادية. عندي ثلاث خطوات في قسمة الكسور العادية. خطوة الأولى ثبت، احفظ معايا، ثبت ثم اضرب ثم اقلب، ثبت اضرب اقلب، ثبت اضرب اقلب. ثبت يعني نثبت الكسر الأول مع بعض، كسر هذا بنثبته يعني بينزل زي ما هو 16 على 3. ثبت الأول ثم اضرب، بنحول علامة التقسيم هذه إلى ضرب. اقلب، الخطوة الثالثة اقلب، نقلب الكسر اللي بعد علامة التقسيم، بتصير البسط في المقام والمقام بسط، يعني بتصير الأربعة فوق والاثنان بتنزل تحت، بتصير 4 على 2 يساوي. كده احنا جهزنا المسألة أو حولناها من قسمة إلى ضرب، وأبناء الطلاب درسوا قبل كده كيف ضرب الكسور العادية. تعالوا نشوف عملية الضرب. إذا في عندي اختصار نقدر نختصر، عندي الاثنان والستاشر، اثنين تختصر مع الستاشر، يعني الاثنين بتقبل القسمة على اثنان، اثنين تقسيم اثنين يساوي 1، 16 تقسيم 2 يساوي 8.
نقوم بضرب البسط بالبسط والمقام في المقام. 4 × 8 = 32 تقسيم 1 × 3 = 3. إذن الناتج 32/3. يمكن أن تحويل هذا الكسر إلى صورة عدد كسري. هذا كسر غير حقيقي لأن البسط أكبر من المقام. نقدر أن احنا نحوله إلى صورة عدد صحيح، وكسر يعني عدد كسري يساوي المقام 3. طيب 32/3 بنقسم من اليسار. 3/3 1، 2/3 0. يظل عندي هنا 2 نكتبها في البسط. بمعنى آخر 32/3، 32 فيها كم؟ 3. 32/3 يعطينا 10 والباقي 2. حط الباقي فوق. إذن الجواب 10 صحيح وثلثان. طيب إن شاء الله ننتقل إلى مثال آخر. مثال أو نشاط باء في نفس الصفحة. نتابع معا السؤال. 6/7/9 أو 7/9. نتذكر معا خطوات القسمة الثلاثة، بس في الأول لازم نحول من عدد كسري إلى كسر غير حقيقي. الطريقة تعلمناها، انزل ضرب واطلع جمع. يعني بنحط المقام 8 زي ما هو. 6/8 6 × 8 = 48 + 1 = 49 تقسيم 7/9. في هذه الحالة المسألة جاهزة لعملية التقسيم. خطوات التقسيم نتذكر مع بعض 3 خطوات: ثبت، اضرب، اقلب. ثبت يعني بنثبت الكسر الأولاني 49/8. طيب ثبتنا الأول، اضرب نضرب القسمة بنحولها إلى ضرب. اقلب بنخلي 9 فوق و7 تحت. صارت مسألة ضرب كسور عادية. تعالوا نشوف مع بعض عملية الضرب. أولا بنشوف في اختصار بين أي بسط أي مقام. نلاحظ أن في هنا 7 وفي هنا 49. في جدول 7 هل هناك عدد يضرب في 7 يعطينا 49؟ نعم. إذا 7 تقبل القسمة على نفسها و 49 تقبل القسمة على 7. تعالوا نقسم. 7/7 يساوي 1. ناخذ خط على 7 نكتب 1. 49/7 يساوي 7. هل هناك اختصار بين 8 و 9؟ لا يوجد مضاعف او عامل مشترك بين 8 و 9. اذا نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 7/9 = 63 1/8 = 8. 7/9 = 63 1/8 = 8. طيب هذا الناتج 63/8 ممكن نحن نحوله إلى صورة عدد كسري. تعال نشوف كيف بنحول عدد كسري. المقام 8، 63/8. 63 فيها كم؟ 8. أو إيه العدد اللي نضربه في 8 يعطينا 63 أو أقل؟ أقل من 63. يعني مثلا 60 أقل من 60 59، 58. جرب كده. لو واحد فكر في 8، 8/8 64 أكبر من 63. إذا بناخد 7، 7/8 56. 7/8 56. كم باقي من 63؟ 7/8 56. عايزين نوصلهم ل 63. 56 ظلها كام عشان توصل 63؟ الباقي 7. إذا الجواب 7 صحيح و7 أتمام. هناخد إن شاء الله صفحة 22
في السؤال الثاني ناخذ كمان مثال صفحة 22، أرجو المتابعة من الكتاب صفحة 22 السؤال الثاني، تابعوا معي نشوف المثال السؤال الثاني صفحة 22. أجد ناتج ما يلي في أبسط صورة: ألف 5.5 تقسيم 3 أكمام. تعالوا نشوف نفس الخطوات بنكررها مرة أخرى. لا بد من تحويل العدد الكسري إلى كسر غير حقيقي، يعني نحول هذا إلى بسط مقام بالطريقة الآتية: انزل ضرب واطلع جنب، المقام 2 ضرب 5 × 10 + 1 = 11 تقسيم 3/8. صار بسط مقام تقسيم بسط مقام. في هذه الحالة الخطوات السابقة: ثبت اضرب اقلب، ثبت الكسر الأول 11/2 ضرب، نحول القسمة إلى ضرب 8/3. يقول السؤال في أبسط صورة: إذا لو في يوجد اختصار هنا بين البسط والمقام، نجد إن في 2 و8 بينهم عامل مشترك يقبل التقسيم على 2. 2 × 2 = 1، 8 × 2 = 4. لا يوجد اختصار بين 3 و11، إذا البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام. 4 × 11 = 44، 1 × 3 = 3. تعالوا نحول هذا الناتج إلى أعداد كسر: 44 × 3، نضع المقام 3 ونقسم. 4 × 3، 4 فيها كم 3؟ 1، نضع الواحد من اليسار. 4 × 3 = 1، والباقي 1، أين نضع الواحد بجوار الأربعة؟ 14، صار العدد 14 × 3. 14 كم فيها 3؟ 14 × 3 = 4، لأن 3 ضرب 4 12. كم باقي؟ باقي لنصل إلى 14، 3 ضرب 4 12، والباقي 2. 14 صحيح و3. بناخذ سؤال تطبيق على ما درسناه، سؤال واجب. هذا السؤال موجود في صفحة 22 ب. نكتب مع بعض الواجب، اختبر نفسك. سؤال صعب 22 ب. ثلاثة ونصف تقسيم نصف. إن شاء الله ألتقي بكم في درس آخر بإذن الله. أرجو المتابعة من الكتاب المدرسي وعمل الواجبات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.